وكان من أشد الصحابة تمسكا بالسنة رضي الله تعالى عنه. عطس رجل بجواره فقال الحمد لله، سنة ولا ما هي بسنة؟ سنة. ثم قال الرجل وحدة ثانية والصلاة والسلام على رسول الله، فالتفت إليه ابن عمر قال لو عدت إلى ذلك لأسوءنك. شوف كيف تمسك الصحابة، خاف الناس أن يظن الصحابة أن من السنة إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حفظ الله هذا الدين بوجود فرقة تقول هذه بدعة، هذه سنة، هذه شرك، هذا التوحيد. الله أكبر. غضب من غضب ورضي من رضي. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ودين النصارى ضاع. كيف؟ هذه بدعة حسنة من هنا، وهذا حسونة من هنا، وهذا حسينين من هنا، وهذا حسونة من هنا، فضاع. الآن ما بقي من دينهم إلا إيش؟ إلا التصفيق والغناء والرقص نص ساعة في الأسبوع. وذكر أحد مشايخنا يقول اشترينا كنيسة في دولة أوروبية لكي نحولها مسجد، وبعد أن وقعنا العقود قلنا لصاحب الكنيسة كيف تبيع دينك ودين آبائك وأجدادك وأنت تعلم نسوه نحولها إلى مسجد؟ قال الدين الذي يأتيني في الأسبوع نصف ساعة ناس يصفقون وينشدون ثم يذهبون، قال هذا ليس بدين. وصدق وهو كذوب، ليس بدين. لكن ما الذي حفظ لنا هذا الدين؟ حفظ لنا هذا الدين بوجود فرقة تقول هذه بدعة وهذه سنة، هذا شرك وهذا توحيد، رضي من رضي وغضب من غضب. تريد أن تتمسك بالبدع والخرافات هذا أنت وشأنك. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم إيش؟ دينكم. والله لو استقر في قلبك أن هذا الدين كامل ما احتجت لبدعة حسنة من هنا، طريقة الشيخ، الطريقة التجانية، الطريقة الشاذلية، القادرية، الأحمدية، الرفاعية. لو وقع في قلبك أن هذا الدين أكمل. والنبي عليه السلام كل جمعة على المنبر حتى حفظ أطفال الصحابة إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة حسنة. صح؟ ضلال. ها؟ متأكدين؟ طيب لماذا لما نناقش بعض الناس يقول بدعة ضلال يقول والله شيخي قال بدعة حسنة؟ ها؟ أليس هذا محادة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟